المرصة هذه ديال الرينكو، الباطو غادي يقلع دابا. الدراري البحرية مساكن خارجين دابا الصيد، دابا شوف الحال كيريحو دابا 3 أيام ولا 4 أيام هما في البحر، هما مساكن خارجين، هما البحرية خارجين، هما البحرية مساكن خارجين دابا يترزقو. الاخرين تما بحريه مساكن، كل شويه تما يخرج هذا الباطو ديالو، كل شويه تما يخرجوا مساكن دري بحريه هادو مريحين دابا كيتسارعوا مساكن. الباطو خارج الخوت، الله يرحم الوالدين، الله يحفظك، الله يخليك الوالده، الله يرحم لك الوالدين. دابا المشكلة اش غادي نقول لكم، جيت وصلت هنا دخلت لهاد المرصة، هادي دخلت المرصة انا كنصور وما يشوفوني جدارمية، ويشوفوني جدارمية. الدراري البحرية مساكن خارجين دابا الصيد، دابا شوف شحال كيريحو دابا 3 أيام ولا 4 أيام هما في البحر، هما مساكن خارجين، هما البحرية خارجين، هما البحرية مساكن خارجين دابا يترزقو. الاخرين تما بحرية مساكن، كل شوية تما يخرج هاد الباطو ديالو، كل شوية تما يخرجو مساكن دري بحرية هادو مريحين دابا كيتسارعو مساكن. الباطو خارج الخوت، الله يرحم الوالدين، الله يحفظك، الله يخليك الوالده، الله يرحم لك الوالدين. دابا المشكلة اش غادي نقول لكم، جيت وصلت هنا دخلت لهاد المرصة، هادي دخلت المرصة انا كنصور وما يشوفوني جدارمية، ويشوفوني جدارمية. السلام عليكم ورحمة الله، كنشكروا كلهم خوتي المغاربة داخل أرض الوطن وخارج الأرض الوطن. اليوم معنا كابيتان خويا إسماعيل، كنشكرو وكنشكر ليه الوالدين ديالو، والصراحة قال لي بغى يتبحر وبغى يعيش فوق فيكي كما كنقولوا، ويخلق لافيانس يجي يسول على هاد العشير، وكما كنقول لك هالمطعم هو فينا، هو هالمطعم تا هو كما كنقول لكم. تيلي بيتزا كما كنقول لكم، هنا عندهم المحل داكشي نقي، عندهم داكشي نقي، شي حاجه زايده، شي حاجه غزال، ماتيريان داكشي اللي بغيتي فهمتيني، مخلوقه لابيانس، النظافه كلشي. انا العشران شي حاجه منعود لكمش بالرجوله،
كنشكر كلهم خوتي الوفا كاملين، كنشكرهم ونشكر كلهم خوتي المغاربه داخل ارض الوطن وخارج ارض الوطن. انا العشرين الاصدقاء دخلوا العدو توا، راه كما كنقولوا خصيم، بحال زعما خصيم توا من الرجال القدام، من الرجال القدام زعما حربي ود البلاد. واللعيبه كما كنقولوا في الجعيبه، داكشي فين كيتواجد ها انتم كما كتشوفوا، هادي هي القهوه اللي وسط البحر كما كنقولوا، داكشي بحال في ميلالو. والعز للرجال داخل ارض الوطن وخارج ارض الوطن. انا العشران شي حاجه زايده، اللي بغى يجي هنا مرحبا به، لا هو لا الوليدات ديالو ولا المراه ديالو ولا الوالدين ديالو، شي حاجه نقيه يجيو عدد العشير مرحبا بهم. اللي عدو ياكل واللي ما عدوش ياكل.